أسعدتم أوقاتاً تابعونا في النشرة القادمة على شاشة التلفزيون العربية، وفيها نتناول اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي بحماية قوات جيش الاحتلال، ونرصد بدء القضاة في تونس إضرابهم في المحاكم لمدة أسبوع احتجاجاً على عزل العشرات منهم وسط اتساع رقعة المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. كما نتابع التطورات في الشرق الأوكراني وتداعياتها الإقليمية والدولية. تابعونا مباشرة على شاشة التلفزيون العربي 8 بتوقيت القدس والدوحة، 5 بتوقيت غرينتش، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.